يقول يسعد طلتكم يا رب بكل خير. اليوم بإذن الله راح أتكلم عن اليوتيرن المفتوح واليوتيرن المغلق لأن كثير أسئلة عليه. أول بداية إيش أقصد بيوتيرن مفتوح؟ اليوتيرن مفتوح إني لما أجي أسوي يوتيرن أوكي دوران وعندي يكون أمامي شارع أوكي تتعارض دخول السيارات مع دوراني، هذا يسمى مفتوح. المغلق يختلف، المغلق لما أجي أسوي يوتير أوكي يكون أمامي أما رصيف أو محلات تجارية، المهم ما هو شارع يتعارض مع دوراني. طيب هذا المغلق وهذا المفتوح. طيب في حالة ثانية في عمل اليوتير، إذا كان ثلاث مسارات لحالة وإذا كان مسارين لحالة ثانية، بإذن الله راح أشرحها في السنابة الجاية. طيب يا نات، نجي حين لعمل اليوتير ثلاث مسارات المفتوح والمسارين. بداية أنت راح تكونين داقة إشارتك يسار أوكي، رجلك على الفرامل تهدئة بسيطة. هنا عندي الرصيف، يتعدى رصيف كتفي ستوب، أشيك إنه ما في مرور سيارات عندي. أي مسار آخذ يا بنات هو المسار الأوسط اللي هو أنسب لي. ليش طيب قلت المسار الأوسط أنسب لي؟ لأنه في المسار اللي على يميني راح يكون للمعاطفين يمين، والأيسر بالنسبة لي راح يكون للسيارات السريعة، فما أعيق للمسار السريع ولا مسار الانعطاف جايين يمين، فالأنسب لي أني أمسك الأوسط. طيب إذا كان عندي مسارين فقط، مسارين، فأنا آخذ المسار الأيسر بالنسبة لي. ليش؟ عشان هنا المسار الأيمن راح يكون للسيارات المنعطفة. هذا في اليوتير الثلاث مسارات والمسارين يمينات والمفتوح. ونجي لعمل اليوتير المغلق. بداية كعمل أي يوتير إني أدق إشارتي أوكي يسار وهدي السرعة ووقف وقوف تام. ليش أوقف؟ عشان المسارات هنا في سيارات جاية، حلوين، أتأكد من خلو المسارات. طيب أي مسار أسلك يا بنات اللي هو أقصى اليمين، ليش؟ لأنه مغلق، ما عندي سيارات تتعارض دخولها مع دخول سيارتي، فأخذ أقصى اليمين للثلاث مسارات. طيب اليوتير المغلق سواء كان ثلاث مسارات أو مسارين، أخذ أقصى اليمين في كل الحالتين، أخذ أقصى اليمين متى في المغلق. لكن المفتوح يختلف، لكن المغلق سواء ثلاث مسارات أو مسارين، أخذ المسار الأيمن. وبالتوفيق يا بنات، أتمنى أن الشرح